ايضا الاستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدوليه، اهلا بحضرتك معنا. اذا هي مساله معقده بكل المقاييس وجديده او مختلفه في التاريخ الامريكي، لانه بيتم الان رفع دعاوى وكثيره يعني في مساله التزوير والتشكيك في الاجراءات اللي اتخذت. ازاي حضرتك بتعاقب على هذا الامر، والاجراءات القانونيه القادمه ازاي ممكن تشوفها، او السيناريو اللي هتذهب اليه هذه الاجراءات في رايك؟ يعني تلك الاجراءات القانونيه كانت متوقعه فيما يتعلق بوجهه نظر دونالد ترامب، انه يعني لابد من توقف فرد الاصوات، لكن قواعد اللعبه والقواعد القانونيه لا تقول ذلك. وان كان ثمه يعني تزوير فلا بد من اثباته بالادله القانونيه الثبوتيه القاطعه او القرائن القويه التي تصل الى درجه الدليل القاطع. اما كلام جولياني وكلام يعني فريق الخبراء القانونيين لا يعدو ان يكون يعني خطابا انتخابيا سياسيا، لكن احنا نحتاج الان الى ادله قانونيه ثابته. هذا النهج القانوني واللجوء للقضاء سيكون ناجعا ونافعا ومجديا اذا كان الفارق ضئيلا ما بين المتنافسين. اما اذا كان الحال كذلك، اذا كان ذلك كذلك فيما يتعلق بالفارق الذي يزداد ما بين المتنافسين، فأضحى اللجوء للقضاء يعني غير مجدي. ماذا عساه أن يفعل القضاء يعني في هذه النتيجة وهذا الفارق الكبير في أصوات الكليات الانتخابية أو المجمعات الانتخابية؟ هو سيختار أو سيتم التركيز على ولايات بعينها يا أستاذ طارق، يعني في ولايات بعينها بيذكرها دائما ترامب، وحتى أنه المحللين بيستغربوا من نتيجتها لأنها معروفة أنها ولايات جمهورية، فستكون التحقيقات أو المسار يعني القانوني في عدد قليل من الولايات. هل من الممكن أنه يؤدي الجديد في رأيك؟ يعني هذا المسار القانوني في تلك الولايات الحاسمة أو الولايات يعني ضيقة الهوامش لن تؤثر في النتيجة الكلية طالما هذا الفارق الكبير ما بين المتنافسين. ولكن يعني تحليليا في تصوري الآتي، يعني كان من المتوقع أن يسبق دونالد ترامب يعني منافسه الديمقراطي جو بايدن في البداية، ثم ما يلبث أن يعني يلحق به بايدن ويكون التنافس. ولكن من البداية كان الفارق وكان الحصان السابق هو جو بايدن على عكس المتوقع، وهذا يرجع في تقديري إلى أن المائدة كان عليها ثلاث كروت. كل المحللين كانوا يراهنون على كارت الاقتصاد باعتبار يعني دونالد ترامب نجح نجاحا باهرا في إنعاش الاقتصاد الأمريكي. صحيح. ولكن يبدو أن الكارتين الآخرين هم الخوف من كورونا والخوف من ضياع الديمقراطية وهيبة العم سام، هيبته فيما يتعلق يعني بتقاليده الديمقراطية الراسخة. هذه أمور أثرت ونجحت تلك الكروت على كارت الاقتصاد. أيضا يعني أود التأكيد على أن ثمة كارت آخر كان تحت المائدة، كان تحت الترابيزة تحت الطاولة، هو كارت الإعلام. الإعلام يعني نستطيع أن نقول أنه نجح الإعلام الأمريكي وعمالقة المنصات الإلكترونية فيسبوك وجوجل وتويتر، يعني هذه المنصات الإلكترونية المؤثرة الخالبة للعقول. الإعلام التقليدي، كل الإعلام نجح في ألاعيبه، سحروا أعين الناخب الأمريكي، صوروا له الباهت النعسان بايدن في صورة يعني مين عندنا في مصر، هو بايدن ده بقى موحد الحزبين الجمهوري والديمقراطي. طيب. وساعدتهم شطحات ترامب وغرائبه للتخويف منه، وإنه مصدر خطر على الديمقراطية وعلى الهيبة الأمريكية. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا التوقع وكل ما تفضلت به يا أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك.